السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت، فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي، مفيش خدمه. طب ما تجيب الخدمه يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت وانا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف تكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى روح امك. انت بتمد ايدك على روح امك. انا ادي ايدك على روح امك. خد الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعد افتر علينا كويس قوي، مش عارف هتروح من ربنا فين. خش يلا يلا خش يا جدعان. ما تخلي عليك يا روح امك يا جدعان. مش فيه ايه يا عم؟ بالراحه، انتم مدخليني كوكو بارك يعني؟ خطر على بعض يا روح امك. ادخل. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا باخت مال من كتر اصحاب الشمال. هو الرئيس سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والرئيس سلمنا على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الرئيس ما بيسلمش اصحابه، الرئيس بعت النهارده ما تخشيش. اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول. صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. انت يا سوحة يا بنتي يا سموحة. انا بس عشان تفطري. طب ياما متصربة على ايه؟ كنت بحط كحل. خبطت على الرايق يجي يفطر معانا؟ لا يا اختي، ابن اخوكي راجع وش الصبح، ولو انقتله قتيل ما هوش صاحي. وبعدين انا مش عارفة عايزة تصحي ليه؟ عشان ينكد علينا؟ طيب يا بنتي ايه بتقولي على ابن خالك كده؟ اللي يشوفك دلوقتي يا اختي ما يشوفكيش وهو مسافر. مين دي؟ كمالي يعني. وبعدين مش احسن ما هو رجع لنا ووقف لنا على السقطه واللقطه؟ مش عارفه ما عادش مع اخوه ليه هناك. طب عيني في عينك كده يا بنت اهو. عينك يا معمصه روح اغسلي وشك. امال كده اللي بيخبط علينا دلوقتي على الصبح ده؟ دي تلاقيها خالتي دي جايبه لي البدله. بدله بدله يا بدله البدله. تكونيش فاكره نفسك رقاصه يا بنت. صباح الخير يا ست سماح. هو ايه الكبير لسه ما صحيش ولا ايه؟ خش صحيه. ما تصحينيش انت ليه؟ نومك تقيل يا ميم. يا عمتي كل ده عشان تاكلوا اكل لوحدكم؟ لا يا حبيبي، الاكل متشلك اهو. تعالى يا حبيبي بالهنا والشفا. طب يلا كل يوم اعملي لي شاي. وما تعملوش انت لنفسك ليه؟ شايفه عمتي؟ قلت الادب. صباح الفل يا كبير. عايز ايه؟ اللي ربت عن امبارح. حط عصفورنيره وطير. ماشي يا كبير. نيل يلا يا ايوه. طب ايه يا واد يا نحله؟ خضتني غصب عني يا ست مديح. صباح الخير يا رايق. صباح الفل يا ميم. عايزك يا حبيبتي. اتفضلي اقعدي. لا مش هقدر اقعد كتير، عايزه اروح اصحي الواد يوسف وافطره. فين البدله؟ انا جايباها. واسكتي بقى عشان ما يسمعش ويجي يشوفها يعمل جغغه على الصبح. يو انا حره. هدنك وراها كده اهو لحد ما الرايق في احا علقه ما كلهاش حمر في مطلع. صباح الفل يا زوزه يا جميل. انت يا حلو.
صبحتي من قطه من غير ديل. بصي يا حبيبتي خدي اهي، بصي بقى ظبطتها لك وضايقتها لك من عند الوسط. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. طب والنبي كل لك لقمه يا حبيبتي. تسلمي مش هقدر والله، هبقى اعدي عليكي يا زوزه. لا بتعدي ولا بتهيلي، جت مصيبه. كم كده يا خالتي؟ اخصى عليكي، عيب يا بنت. بتقولي ايه؟ يلا سلام بقى. يلا سلام. هستناكي يا ليحه حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتي. المرة السوي دي كانت جاية ليه؟ ما بتاكليش ليه يا غالية؟ ما تاكلي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس. بقول لك ايه يا بابي، انا عندي لك باد نيوز. خير في ايه؟ التمثال طلع مضروب، تخيل؟ يا ريت تكلم بقى الراجل اللي انت بتشتغل معاه ده وتقول له عيب قوي الحركات دي. احنا مش عيال صغيرة عشان يعمل معانا الحركات النص كوميدي. انت متأكدة من الكلام ده؟ الراجل ده صعب يرسلنا، وبعدين دي مش أول مرة نشتغل فيها مع بعض. جرى ايه يا بابي؟ أنا هضحك عليك ولا ايه؟ التمثال مضروب. وريت بقى ما تخليش ثقتك في الناس دي تغشك. اوكي اوكي طيب. افطر انت وانا هروح اعمل شويه حاجات كده وهحصلك على البزار. ما تنساش ترجعه لي. اوكي. ايه يا شيمي، انت فعلا هترجع له الشغل؟ امال اخليه هعمل بيه هنا؟ لا انا اقصد انك تتاكد منه الاول. اصل بصراحه غاليه بنتك لما بتغضب من حد او ما بتحبوش بتطلع في حاجته لقطه الفطس، وانا خايفه لا يكون التمثال سليم وتبوظ لك البيعه كده والسلام. علشان خاطري، علشان خاطري يا شي، متاكد منه، مش عايزاك تخسر الراجل. بعد كلمه غاليه مفيش كلام. ماشي يا شي، ربنا يخليها لك. تصحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم، بغسل دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي، انا جهزت لك الغير التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. انا ما رضيتش اروح شغلي قبل ما افطرك. قوم استهدى بالله كده، اقعد في السيجاره وكل لك لقمه. ايش نفسي اطفح. يا نصر. فندم يوسف صحي؟ يا حبيبي، رحت المدرسه ليه يا واد؟ يا نصر. حبيبي. عامل ايه؟ عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. كنت تعالى. هات لي اتنين واتنين وكتر طرشي. ماشي. كنت تعالى. شبرق نفسك. ماشي. قوام يا نص عشان خارج. حاضر. بصي بقى يا عروستنا، شوف التشكيله دي يا عريس، مش هتلاقي رسمتهم في اي حته تانيه. الله تجنن قوي. هي جميلة قوي يا حبيبتي، وبصراحة هتجنن، بس اللي يجنن أكتر إن جيجي شكل الواحدة منهم تقيلة قوي وهتوزن جامد. الله أنت هتستخسر فروستنا ولا إيه؟ ما كله راجع لك يا عريس، وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت، بس يعني يلا المقدس مسافر بقى وأنت عارف دي أمان، بس سمعونه زهرته كده. الله وريهم الخواتم يا فاروق، عن إذنكم. هو أنا فيكي مغرم صبابة، مغرم صبابة. يا بت أحلى صباح، احلى صباح لما اسمع صوتك. صباح الفل. ايه الزغريت اللي عندك دي؟ اتجوزت من ورايا ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش ولا حاجه، دي عندنا عروسه كده زي القمر، فكرتني بيه. لا ان شاء الله احنا كمان، احنا كمان هنجيب شركتنا ما تلاقيش. يا رب يا ديبو يا رب، انت مش عارف انا بستنى اليوم ده ازاي. بكره تروح تبقى زي الفل. اصبر يا بت وهتشوفي ديبو هيعمل معاك ايه. انت صحيت؟ طب كويس بقى، يلا عشان ماما حضرت الفطار. ماشي يا شهد، خمسه وجاي. طب يلا بسرعه. طب اقول لك ايه، انا هقوم بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هشوفك النهارده. طيب طبعا هتشوفيني، وينفع يعدي اليوم من غير ما اشوفك؟ يلا خلي بالك على نفسك. سي يو سون، تيك كير ماي بيبي. ها تيك كير يا بت. صباح الفل يا كينج، الحياه من غيرك صعبه على فكره. صباح الفل. طول ما انا جاي في الطريق عمال افكر في الكلام اللي قلته لي، ولو مأخذ الفلوس اللي بتحكي فيها دي مش فلوس. حاضر هعوضها لك العملية الجاية يا ريت. يا باشا مش عشاني، زي ما انت بتقول دول 30 فدان، وفي ناس كتير، ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز والناس دي ما بترحمش، وانا عايز اخلص لك المصلحة دي من غير اي عطلة. ظبطهم بطريقتك انت يا ريت. لو تصدقني بشرفي انا ما طالع من العملية دي بأي حاجة، انا بعملها مجاملة لواحد حبيبي زيك كده يا ريت. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل. لا مؤاخذة في الكلمة انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق هم 30 فدان انشاءات. موافقتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبايع على استعداده انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله.
والله يا باشا حلو الكلام ده. طالما الراجل مستبع كده ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه. ولا بلاش، ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا ريت، الارض دي ارض دوله، يعني بقت زي الفضيحه، كل واحد بيحاول يبعدها عنه. ليه بقى؟ لان الملفات بدات تتفتح، وكل واحد كان ساحب ارض برخص التراب على حس النظام القديم، بدات رجله تيجي. قريت انا كده، يعني اللي هياخد الارض دي هيلبسها. كل يوم والتاني هيطلع له خازوق، لا وايه، يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبقى اهله. صح كده، ماشي يا باشا. تمام، خد يا سيدي ده الورق، خلص مع الجهاز وبعدي خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يما؟ ايه؟ فين الاكل يما؟ اهو يا حبيبي سلامه الشوف يا ضنايا قدامك اهو. قدامي ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز ارمي عظمي يما، حرام عليك يما، فكيها يما، بلاش استخسار يما، فكيه. كل كل يا حبيبي، لقمه هنيه تكفي 100. يلا 100 في مين دي؟ ما تكفيش عيل صغير. دي بهو انا عايزه كتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. نادين انت نازله يا حبيبتي؟ يا ماما النهارده البروجرام مليان، نجيب الفوق من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، وبعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل مستشفى، هيعمل عمليه. ربنا يشفيه، بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباكي يا حبيبتي. وبعدين يا ماما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شيء ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته، دي البلد عايم على الاثار. بصراحه ربنا يا باشا انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا، ما دام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتنا على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانيه. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابا؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنيك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه؟ ما تركن العربيه بتاعتي وسايباها في نص الشارع. شحته. اركن عربيتي لهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على حاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد، لو سمحت ريحني ممكن؟ خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركن دبرياش وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج، حاضر، ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى. ايوه يا حاج امر. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيت نفسي فاضية، قلت بدل انا وامي بنقعد نلكف في بعض اعملها لك مفاجأة. طب وحشتني يا جزمة. جزمة؟ هي دي رومانسية؟ دي رومانسية التراسية، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما تأخرش، بكرة خلص تدريب بدري، ايه رأيك نتقابل؟ لا بكرة ما ينفعش، استحالة. استحالة؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي، مش قصدي يا شماء، انا اسف وحياة ربنا انت مش فاهمة. هقول لك، اصل بكرة عندنا ماتش مع انبي، وانبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكرة نروح والعين نار عشان يكشوا مننا. امال ايه؟ الله. اوه جمهوره ده حماة. اوه على الحلوة والمرة معاه، مفيش في قلبي غير الاهلي، ولا فيش في غيره فرحني. اوه تعبت يا احمد؟ عبيط عبيط يا ابني، انا جايلك الورشه اول مره اجيلك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوه يعني يا شيماء؟ هشرب لك ايه زيت باكن؟ وبعدين الرومانسيه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدله انبوبه البوتاجاز اللي انا لابسها دي. الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا، ورشه وزيت وشحم وفيزا وبتاع. صح انا غلطانه، ما كانش المفروض اجيلك اصلا. يا رب الاهلي يتص خمسه. لا ايه اللي انت خد يا بنت، تعالى هنا. ايه اللي انت شيماء؟ طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم يا مديحة. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقولة جايب الجواكت بنفسك؟ لا ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمرة. وهنروح مع بعض بدل ما تروح لوحدك.
تمت كتير؟ لا خلاص انا بشطت اهو. الله الوانهم حلوه قوي يا ياسين. لا موسع عليهم بنفسي. تسلم. الله بس دول خمسه مش اربعه، يعني في واحد زياده. اه خلاص يبقى الخمس دواء علشانك. عشاني انا؟ اه علشاني. هيغلى عليك ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه يا مديحه؟ ترد هديتي؟ تسلم لي وتسلم ما جايبك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديحه. يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلص بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. برنسيسة ست الكل وربنا برنسيسة. انت تاني شوقي بيه بيمثل. والنعمة يا اخويا انا مكسوفاك كل ليلة تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام. انت ما بتزهقش؟ انت حاسة بيا اهو. طب هقولها لك تاني لان انا مش عارفة انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقصة وبس يا عمي، مش خيشة اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزماته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده؟ ما تشيش انا احلى. عينيا كبير. والله اخي انا مش فاهم. اسافر وارجع الاقي البلد حاله متشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت ايه اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا اخي، على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسيك اخوك اهو، قاعد وقلع الدولي. قول لي يا ميم انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيه نطط في الطياره يعني؟ بعدين هكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين، في ايه يا عم؟ ايه يا ميم؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم. اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو غرايب. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل. امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لما ده بقى طير. يلا يا على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه يا واد هتنرفز مني ولا مش القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا نص. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين؟ ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده، ما هي قايله لك بدل مره العشرة وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني، ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاعي، انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبة يوسف دمك يا ابني. امك سابت راسي زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. مكتوب في شهادة الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين قسمة الجواز؟ ولو كان مات فين شهادة الوفاة؟ فين أي ورقة تثبت إن أنا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا اللي فوق سوا. ولا أنت ناسي؟ ناسي العيال زمان وأنا في الحركة وبينادوني يقولوا إيه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابها وطفش ومش عارف انه طريق جره وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق في ده موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجة؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفة يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجة بتلاقي قصادها حاجة. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجة لشغلي. ابو مقابل الحتة بتاعتك. هو ده الكلام.
الله يسهل له. اوعى. انا احلى. انا يا كبير. وفي الدوشه اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي انما ملاكمه، ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك. ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبي قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بنت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشت. انا ايه الادب؟ لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا ايه الادب؟ لا يا دي يا بنت افهميني، انا ايه الادب؟ انا بنت الوكاله، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غيري. البت دي مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقيدوا لي نفس السلم ولا حاجه. يا اسطى انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرك كل الليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي. ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. مالك 100 مره يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. هو في ايه؟ سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها يا رايك في الحته؟ خدماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه اشمل برضه. طب الحته دي تخصني، بهرعك يعني. بص هي تمنها كف. كف كتير. انا هديك 3.5. تمام؟ تمام، انت حبيبي برضه. خد هدبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. يا رايق يا رايق، ترى يا رايق، وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا بخليق ربنا، عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اقصر بقى ولا هربيكي؟ تعالي بقى. حبيبي حبيبي يا اختي. يا رايق يا رايق، ما تستهدى بالله يا جدع. انا كده تطلعي موحى على البيت كله. تتربى يا اختي. وريني يا اختي يا رايق. اخر انت هتشوفي دلوقتي بقى. انا هوريكي. تعالي تعالي يا شيشي، خديها على فوق. يلا 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 ما كان مسافر ومريحني، أنا عارفة إيه اللي رجعه؟ رجع عشان ينكد عليا ويقرفني، منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شوية بدري من شغلك، يعني على الساعة 7 كده كويس. 7 إيه يامّا؟ وأنا بهز في مستوصف؟ إشحال إن كنت بنت كار وعارفة. كار؟ كار إيه يا أختي؟ هو الكار بقى كار، ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزة بحساب، والطبلة بحساب، والزمرة بزمارة. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بنت. ما تجيبي كده من الآخر يا بنت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحه بتكيد للرايق وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهوليله اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخي عليه؟ الله، تحب اكلمه لك انا يا بنت؟ ايوه كلمه لها يا جيجي. اسكتي يامه، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بنت. للسيما يا روح امه. سيما سيما يا سيما يا ام سيما يا سيما. ام سيما، وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ للدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها، حدد لها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بنت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو، والوسط كده هو، ودول ما شاء الله كده هو، ودول ما شاء الله كنت تحط فنجان القهوة عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانة الرجل كانت كده هو، ولا شرعة العين لما كنت أضرب الكحلة فيهم كده هو واشرع بعيني كده هو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسمية عبد الرازق بلا نيلة يا أختي عليكي وعليهم من بدري. أمك حافظاها كلها. تعرفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه الانتخابات؟
ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ الثوره مستمره. الثوره مستمره؟ الثوره مستمره. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عمليه زي دي؟ هي كيمياء. طب ما عارف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ اهدى يا عم، قول له لحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي، ما كان لازم اهرب. ما العمليه كانت راحت هتفوق علينا كلنا يا يوسف. في ايه؟ قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشه في مين. الناس دي بصراحه عندي في الشغل كل يوم بسمعهم بيقولوا نفس الكلام، فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس. يعني شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر. قول له يا ابني ادي ميزه بقى ان واحد مثقف زي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش فيه، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد الاشنات بتاعتنا مش الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى اوديت. Este cuadro es genial. Se me pinta original. Entonces voy a coger uno. Gracias. De nada. يوسف. مومنتو. Sí, hombre, sí. بتعملي ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقه تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد اجازه من الشغل يومين تستريح. انا طالعه شرم مع جروب. تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، قلت لك 100 مرة زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. أنت بتتهرب مني يا يوسف؟ أتهرب منك بتاع إيه؟ هو أنا مديون لك بفلوس؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل وأكل عيش مش مكان كلام، فاهمة؟ اتفضلي امشي دلوقتي وأنا لما أخلص هبقى أكلمك. يا ياسين ترسيني في إيه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ ما هو لو كان قال لي أكيد ما كانش طلب إنه يقابلك. بس حاجة غريبة أوي. كل مرة الاتفاق بيكون معاك انت، مش معنى يعني المرة دي. بعدين الجنرال انا ما شفتوش غير مرتين في حياتي. ما ترسينا سن على الحوار، فهمني. قول لي احنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله. زعلته؟ قولها ديب. انت اشتغلت مع الجنرال قد ايه؟ كتير، على قدك. وخلصت البني ادمين لحسابه قد ايه؟ يعني شوية. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده الجنرال عنده ناس ممكن تعمله معاك ولو فكرته حتى مجرد ما تزعل. زعل مين؟ احنا برضه نزعل الجنرال. احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب. مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. انت ما تقول يا سيدي انت شغال معايا ممكن ترسيني على الحوار. انت فاهم غلط. انا مش شغال معايا. انا شغال عنده. كملها يا حاج انا معاكي. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعنوا ابتدوا بقى يشتغلوا في اللزق. وبعدين قال ايه؟ قال عايز اتلزق السيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخها. بيدوخها؟ اه. هي حبله ولا ايه؟ حبله ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبه حماده ابني. اه لا مؤاخذه يا عم حماده معلش. طب طلباتك حاجه؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانه منها وقافل منها على الاخر. وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشبكة. لا حماده اوعى نفسيتك تقفل، انا هخلص لك الليله دي. طب الشبكه دي بكام يا حاج؟ ب 4000 يا اخويا. هنقول 5000، انا بقى لي فيهم نص. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاج؟ ده حماده اللي ملص، وطالما حماده ملص يبقى الشبكه من حقهم، ولا انا بتكلم في الغلط؟ انت بتتكلمي في ميت، ايه رايك بقى نصح نص ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه الفاتحه؟ لا يا ريت نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا جاهز لكل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابقى شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا، فوتك بعد. الله يعافيك. سلام يا حماده. الله عليك يا رايي حلال المشاكل. بس لو كنت سمعت كلامي بقى وفتحت لك مكتب محاماه مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجل، ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيين شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيته مضمونه ومكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجة ده انا قلت حاجه يا بجم، روح اقعد اعمل لي حاجه، يلا. ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق. شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخدت واحد بالنص واديت الثانيه كشاف على عينيه. الله عليك، عشان كده قال انا هعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس اشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هات له زحله. عينيا يا رايق بس الحجر الاول. ماشي. أهلا يا ديبو، وحشني.
ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال. زمان في المدرسه علمونا ان بورتان صديق الفلاح، عشان بينقي الدوده من الارض وبياكل الحشرات اللي بتدور في الزرع. يعني مفيش مره اتغابى وعمل اكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد الحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى تشتغل صح لازم تعرف جوه بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو قردان. انا قلت الراجل يتاكد. ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه، غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملته، وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم، مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على تمن العربيه اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلكم. مع السلامه. هيا سعادة الباشا، اتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت امرك. مع السلامه. هو مال امه هو اذا كنا نبيع العربيه ولا ان شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا والدراع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من الدين وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده عم مين؟ بلاش فتحه الصدر دي، فتحه الصدر دي مش مع اي حد. اللي حصل ده كان غلطه، غلطه كبيره كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجه ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العمليه دي كان لازم تبان انها قرصه ودن، ما بعتها له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بانت انها حركه عالي هجامين، عايزين العربيه مش عايزينه هو. اه. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شويه. انا مش فارق لي اللي حصل معاه. مش فارق لي خالص. انا فارق لي بس ان انا فهمتها متاخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك خلاص. يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ ايه يا عم مني؟ وانا بحكي في ايه؟ هنحكي في المحكي. خلاص. روق اديب. انا هقوم. عايز اروح الشغل، ده يومي ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. هو متضايق قوي. شوف الكرايه. شوف ايه؟ يلا هتوه. هتوه ايه؟ يلا ايه يا عم؟ يلا.